أقامت المديرية العامة للآثار والمتاحف معرض ترميم التراث السوري للفنان الهولندي تيودو فيتي على سور المتحف الوطني بدمشق. هذه وثيقة تاريخية ليست لنا، ربما هي تعنينا، ولكنها قد تكون سلاحا فعالا في الغرب في أوروبا. هو يعرف ماذا يفعل، يريد أن يوضح للعالم أجمع أن ما عانته سوريا كبير وخطير جدا، وأن هذا التراث العظيم هناك من يعنف به من أهله، وعلى الصعيد الرسمي الحكومي في الآثار والمتاحف، وعلى الصعيد الأفراد أنفسهم الذين يعملون في أجزاء قد لا نراها، هي غير مرئية ولكنها مهمة جدا، لأن هذا بلدهم وهم ينتمون إليه وهم يخشون عليه من الفناء، ولا يريدون له أن يفقد هذا الطابع التاريخي العظيم والحضاري العظيم. المعرض تضمن رسومات ولوحات عن أعمال ترميم للتراث الثقافي السوري وحجم الدمار الذي لحق به. العرض هو إظهار للمجتمع الأوروبي عن الأعمال التي تقوم بها المديرية العامة والمؤسسات المعنية بترميم التراث الثقافي السوري وعن الجهود الكبيرة التي حصلت خلال الفترات السابقة. هي تصوير مواقع التراث الأثري السوري التي تعرضت للدمار، وبالتالي عكس هذه الصورة أو تقديم صورة واضحة لما حدث في أوروبا من خلال هذا المعرض الذي سيقام أيضا في، يعني يخطط لإقامته في أوروبا، فصور أعمال التدمير في المواقع المهمة، ومنها تدمر كما شاهدتم، وفي عمريت وفي أوغاريت نحن عرضنا جزء من التصاوير التي تقدم بها، وأشار إلى الضرر الذي تعرض له هذا التراث المهم، وأيضا ساهم من خلال أعماله بعكس ما تقوم به الحكومة السورية والمديرية العامة وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار من أعمال ترميم مهمة جدا، فما بين 2018-2021 رصد الكثير من أعمال الترميم في المدن كحلب وحمص وتدمر وغيرها، أعمال ترميم وصيانه واستعاده لمواقع التراث الثقافي السوري، وعكسها في هذه طبعا الصور المهمة جدا. سوريا هي مهد الحضارات، والتراث الثقافي السوري يتميز بالغنى والتنوع والتفرد في مكوناته، ويمثل قصة تطور الإبداع البشري.